مساء الخير، تحية للجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي يلي فيها أخبار حلوة عن طلاب الأكاديمية، وبداية حلقتنا مع صف المسرح مع بيتي. وين في مكان، يمكن غرفتك، يمكن بالبيت بالشغل، جاي على البيت، ظاهره من البيت، طالعه بالسياره، يعني انت المكان. واذ بتلاقي رساله، هالرساله فيها خبر من المبدا صار. يعني بدنا نشوف يعني هالخبر كيف بدك تعبري عنه، كيف بدنا نشاركك. يمكن تتصلي بحدا، يمكن تصرخي، يمكن كذا، يمكن تطلبي من اي شيء، يعني يمكن انت تضطري او تضطر الى حدا من رفقاتك، ما بعرف. هايدي موسى، هايدي. ايوه تفضلي. مرة نسيت كلمة سينما، فيلم سينما، أخذت الدور بس ما عرفنا بشو. يلا فوت رافائيل، فوت. ما عرفتك إنك أنت، عرفتك لك أنيس. تركين لك دوري الباب. شو هذا؟ الو الو، ايه انيس حبيبي، كيفك؟ كيفك انت؟ اسمع، انت تحت؟ شو؟ انت تحت؟ لا انا في الطابق فوق. انا طيب حبيبي، تعال، تعبان وقت ضروري. شو بك علي؟ تعبان. ليه صوتك هيك علي؟ تعبان يا شيخ مقص. خلص لحظة، استناني انا جاي. يلا بليز تكفى. اوكي جاي. انيس، في ورقة انت جاي تجيبها معك. شو؟ في ورقة اجيبها علي. اذا كانت مزحة من مزحاتك القديمة، جيب لي الورقة بس. شو فيها الورقة؟ يلا هيك افتحها، ما بدي افتحها انا. ميرسي، شكرا حبيبي. روح اخر مرة علي، اخر مرة. روح شوف دروسك حبيبي، روح شوف. مبروك استاذ علي، ربحت ويكند. واو فخمت. واو واو واو. الو، هلا بالحب. ها بنتي حبيبي، فينك؟ لا اوصيك اليوم انا عازمك على 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 اوتيل بطل. بطل؟ ها يلا، بس نص ساعه وانا عندك، البس وانا عندك. يلا باي. انيس ضريف، هلا انيس حبيبي. اسمع، سمعت كل شيء، سمعت كل شيء. لما يسوون لك اهل يقولون لنا رايح الدوام، ها نروح الدوام حبيبي. طيب اوكي، باي بيبي. باي بيبي. طيب بس لما اشوف. طب استنى خليكي معي، بابي خط صح. مين؟ هذا الفرحه. استاذه دينا، تفضلي. هذا لك دينا، ها بليز بتمضي لي هون. هنا وهون بليز. بس في استعمل حمام عندك. تفضل. منين؟ منين؟
مبروك لقد ربحت المسابقة 3000 دولار شوبينج نهار كامل. دودو انا لا مش مصدقه دودو انا كسبت 3000 دولار وشوبينج درس. ايه اللي بتتكلمي فيه دلوقتي؟ انا مش مصدقه اللي انا بقول. طب بصي 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 نتكلم بعدين نتكلم. لا مش كاتبين مين معايا ولا مش كاتبين اخد حد معايا او لا. طب دودو هكلمك تاني. باي 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 باي. ماما انا كسبت يا ماما كسبت يا ماما. ليكي في عندي هاد الرساله اللي لحقتني في الخدمه. اول مره لحقتني رساله في الخدمه ليا انا ما باش على الشبكه اللي ليا شو سي با بون طلع لنا لاشون. اوكي تصحقيني؟ لا 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 ميرسي. اوكي قولي لي ايش كان في الرساله. اوكي ايه ليه عم تتصل فيها هلا؟ ولا مره اتصلت فيها هلا. اوكي اشتقت لي. انا كمان كثير اشتقت لك. الو ايه انت بعت لي شيء؟ طيب انت وينك هلا؟ حلوان جبعت لك في رسالة. ماشي ماشي. أوكي. ألو ايه عم بسمعك. بدك تتجوزني؟ يا الله انا كتير بحبك اكيد رح اتجوزك. يلا يلا جاي جاي زوجي حلال. اوكي احسن الا لا الاخر هيدي الصرخه بالاخر. لا بليز مدام بيتي. يلا تشاو باي مدام. ميرسي مدام. باي. بريك صغير ومنكفي نحن وياكم مشاهدينا مع الطلاب. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع رافائيل يلي اتصل بوالدته حتى تختار له عروس لأنه محتار بين دينا وحنان. أمي إيش صار؟ جوزته قبلت تتجوزه؟ بالحلقة الماضية كانت راف أهلا ما أبدونش. إيه؟ جوزته يعني مش حيله هي وياه. سلمي عليها سلمي عليها. ايش بدك يا دينا؟ سلمي عليها. دينا 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 هاللزقه بتسلم عليك. ازيك يا طنطي؟ ازيك يا طنطي؟ عامله ايه وحشتيني؟ بتسلم عليك بتقولي بطلي اكل يا طنطي. والله مبطله. ايه بدك تحكي معها؟ افيش خبريني كفيلي بالمسلسل. الو ازيك يا طنطي عامله ايه اخبارك؟ كويسه؟ ايه اخبار ابراهيم امبارح؟ والله يا طنط انا بحاول اتقرب من ابنك بس ابنك مش معبرني على طول. حنان اللي في دماغه. حنان 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 حنان. طب قولي له هو الكلام ده يا طنط؟ انا بحبه يا طنط وهو مش راضي يوافق بحبي ليه. هو يا زلقتني. خد يا اهو خد طنط عايزه اكلمك. ايه امي كفيلي اثر بالمسلسل امبارح. يعني اتجوزته. ايه 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 يا طنط كلميني في موضوعنا. عامل لي عرس منيح ولا هيك من قفا ايده يعني اتجوزها انه قبلت شو هالمسلسل هيدا؟ ايه يا طنط قولي له على موضوعنا. لزقت. ايه يا طنط قولي له على موضوعنا. ايش بده؟ رفايل يا عمي انا بحبها لدينا وكأمي وبحبها الحنان. أبعرف إيش بدي أعمل. إيش لي أما إيش بدي أعمل؟ مين لا إدينا ولا حنان؟ أيام ليك اتنيناتهم بيشطفوا منيح. في وحدة بتمسح بلا لقاطة أحسن من التانية. يعني دينا بتمسح بلا لقاطة أحسن. شفتها إيه بالمسحة بتحط هيك إجريها وبتلكها شمال يمين منيحة منيحة. حنان أفيش. أيها أنسب لك أمي للبيت قولي لي. أيها أنسب لك للبيت؟ دينا؟ دينا أنسب لك للبيت؟ طيب. بس انتبه حنان بتعمل شاي طيب ودينا بتعمل شاي طيب.
ايه ليك مروان بيسلم عليكي. تعال يا مروان تعال سلم على امي تعال. تعال عست امبر هوم انت تعال على خي امبر هوم. خبرك الصبر لوزا برناندا امبارح حكيناها. لوزا برناندا احكيناها جوزته خوليو جوز اخذ لها بيتها خوليو جوز هيدا ومع نص ساعة انتبه فتحين الكنترول نص ساعة اليوم لك انت؟ نص ساعة تعالي حمان كلمي حماتي حماتي قالت له دينا 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 في البيت لا 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 الو مامته قالت لي دينا الو دينا بحب ستنا. دينا اكتر من حنان كيفك ستنا امبر هوم شو بتتكلمي في ايه كدابه قالت له عايزه دينا صدقت الو ايه ماما بتحكي حنان تعال شو ما تكذب حنان كلمي حماتي يلا يلا بسرعه حيتخلص نص ساعه نص ساعه ايه يلا هد احكي يلا الو ايه يا عمي ضيعت الدقايق على الفاضي ظهرت برا ضهرت الو امي كفي لي هالصار بالحلقه تبع امبارح ليزا برناندا خوليو جوزها وقبلت هي طب هلا مين نقي حنان ولا دينا؟ قالت لك دينا دينا بس والله يا امي حنان تصطف منيح حنان يعني ما اشبه شيء بالشطف بالجالي دينا بالجالي اوف والله محتار كأمي اشبه يا مختارة امي ماما ماما ايش بدك؟ ايش كأمي؟ بعمل لهم بعد فحص ايش عبالك هلا؟ هاي عبالك بيت مواي مين في يجيب لك بيت مواي اسرع انت ولا دينا؟ امي لك شغلي امي تركوني الحيلة راحت دينا عند عباس وراحت حنان عند عباس صاروا اثنيناتهم بدهم عباس امي راحوا من ايدي ايش بعمل انا هلي الو مامتك تركتك وراحت لعباس برضو بتخوني امي رحت عند عباس بتخوني شو بتخوني روح عم نحكي مع امي بتخوني يا رفيق لك حنان فاتت بالدور ايه امي طيب يلا موافقة حنان قومي رفيق قالت له دي طب هد عم نحكي بجد عن جد اكيد انا وياها نص ساعة عم نحكي اوعى خلاص وكل واحد توب 3 وتوب 2 وتوب 1 بيطلع له نص ساعة اليوم ميرسي يا رفيق انت دلوقتي بتاعي انا لوحدي حنان انت بتعرفي تشطفي بلا لقاطة؟ شو يعني؟ يعني انت مش بتحط لقاطة بتحط على اي ممسحة؟ بعرف اشطف بلا لقاطة بتعرفي؟ بتعرفي تعملي هيك؟ بتعصريها؟ ترجع تعملي هيك؟ بتعصريها؟ قلت لك والله بعرف بتعرفي؟ والله بعرف طيب لأنه هذا بهمة لأمي انه بدها حدا يساعدها هيك بالزوايا تحت حد البراد شو انا اتجوزك واروح اساعد امك يعني ما هي ايش فكرك يعني؟ ايش بدك تروح تقعدي بالبيت؟ تقعدي خدام وصنع وما صنع وكذا و ايش بدك يعني خبريني يا خيال اعملي حسابك ما نتجوز بدك تعرفي تطبخي بدك تعرفي تنقي عدس بعمل كل حاجة يا حبيبتي أنا ما سألنيش بدك تعرفي تنقري كوسة بدك تعرفي تمسحي بلا لقاطة بدك تعرفي تعكي منيح غسيل ما عندناش غسالة بالبيت اوكي و أنا بعرف أعمل ده كله دينا ايش بدك يعني حنان أنا بحبك بس إنه دينا أشطر منك بالأخبار بس أنا بحبك إلك هالاتصال الوهمي خلى الكل يضحك وأضاف جو مرح على الأكاديمية بعكس الامتحان الأسبوعي يلي منتابعه بعد البريك منتابع حالة الليلة من يوميات الطلاب مع امتحان هالأسبوع مرة جديدة الطلاب رح يبذلوا أحسن ما عندهم ليكونوا متميزين ويبعدوا عنهم شبح النومينيشن أنت بتصدقيه عليا يعني؟ جوزك طول عمره كذاب وبيكرهني مش عايزني أدخل بيتكم أنا ما سرقتش حاجة غريبة الناس غريبة الدنيا الدية
عادة عم تتقدم كتير بصفوف كتير منيحة. هلأ بلشت الرن، الإحساس كان كتير حلو عندها، والرنة صوتها بالصف كانت أحلى بكتير، بس اليوم أنا لقيتها شوي تعبانة. إحساسها فيك، تمثيلها مش مقنع. أخذت هالتليفون تتفرج عليه وتغني، يعني كنت بفضل تضل بالإحساس الصح، ما تجرب تقنعني إنه هي زعلانة. قالوا أسامح لي أمي، معك فين إيدي خفيفة، معك في الفقرة واللي كيخليني نسرق الناس، صافي بارك المهم. أنا مش عارف أتغير، كل ما أقول هتغير تحصل حاجة ترجعني عن كل اللي أنا ناويه. في كتير من النوتات ما صابن مظبوط وظهر عن الميلودي، نفسه كان مقطوع، الأفلات ما كانوا سبورتت مظبوط وكانوا شوي مقطشين. أنا بفتكر إنه اليوم لأنه الوقت محدد شوي عم بيستعجلوا، بذات الوقت فينا نغني أريح شوي أقل، بس هذا الشيء وقت نحدد الوقت مش مفروض ولا نظهر عن الميلودي ولا نقطش الأفلات ولا نحسس إنه النفس هالقد تعبان. فظيع، أنا ككاركتير فظيع، يعني دهشني بهالدقيقتين. ألو ألو، ما تسكر بليز، اسمعني بليز، اسمعني. رفيقك اجى لعنا مدعي انه انت قلت له انه ينترك عنا بالبيت، ودفعت عن حالي لما جرب يعتدي علي. بليز صدقني بليز. والله زمان زمان يا زمان، والله زمان زمان يا زمان. شانتال اليوم بالنسبه لي كانت عم تعمل جهد، لانه كلنا عم نقولها نفس الشيء، عم بتحاول، بلشت عم بتصيبها بأول كلمة عم بتقولها، بعدين رجع انقطش هالشي ورجعت للطريقة العادية اللي هي بتغني فيها. اليوم لقيت شانتال خايفة، خايفة كتير. أكبر برهان طلبت نمرة بعدين شالت الأباريل. الله يحكيك، مش مبين حياة والموت. هي ساعدتني باش خشنا السيارة، كيفاش مبين حياة والموت؟ بدي أنطر مع هادوك، بدي أحكي مع مابيل. بدي أحكي مع مابيل. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. بالصف بيشتغل كتير منيح. ليش عم بحكي عن الصف؟ لأنه الطبقة الأخذة كانت مزبوطة، بس نوتات العالية لأنه خاف ما قادر، ما عرف أخدهم لورا بدل ما يخدهم لقدام. هي كل القصة، لأنه عنده طبقة صوت كتير كبيرة واسعة عريضة وكل شيء، ما في عنده مشكلة. أكيد أنه الفكرة كتير مميزة، يعني صرنا شايفين كذا حدا، كانت جديدة الفكرة، بس المشكلة كانت بالمغنى، أنه ما قدر يسيب النوتات العاليين، أنه يمكن أخدهم لتشوى عالية، صوته مبين فيه تعب. هيدا الشيء أدى أنه يعطي الإمباكت تبع كل الغنية، كان مش حلو، يعني أنه ما ارتحنا. ألو ألو، أيوة يا ماما، أيوة يا ماما، أنا معلش يا ماما، بس أنا ما عرفت أكلمك من الاسم. يا ماما أعمل إيه يا ماما، أعمل فيه إيه؟ لا ما تضني على شكات كتير قوي الأسبوع اللي فات، يعني فهميني يعني إيه ما ثقش فيه؟ ده جوزي، إزاي ما ثقش فيه؟ لا تاب هيشفي الجراح ولا هيجيب اللي راح، ده حكايتي مع الزمان الزمان الزمان. بأكد على أنه هايدي من أجمل الأصوات، وهايدي من أكثر البنات بالأكاديمي بغنوا بإحساس، ولكن لازم تشتغل أكثر فكرياً على مشاهدها، لأنه فعلا غيرها بيسبقها بالابتكار، يمكن بيكون خلاق اكثر. بالنسبه لي هايدي اليوم كانت مرتاحه اكثر بكثير من البرايم، نوعيه الصوت كانت اريح، كان في عندها ليونه اكثر على كل المدى اللي غنت فيه، الاداء كان احلى من البرايم. اكيد بالبرايم ما كان في شيء غلط، بس الصوت ما كان مثل ما عودتنا عليه. قدامك دقيقتين. ايه
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. كتير حلو نظيف ولكن مش مثل انه مثل غير الطلاب قلت انا مختصر انه مختصر مفيد خفيف نظيف لا هيدا مش خفيف نظيف هيدا دسم نظيف ذكي ومفكر فيه ما بال كتير عم تشتغل حلو عجبتني وانا عتني اليوم وحسيت في تقدم وعم بحسها كمان بالصفوف حتى في تقدم هلأ قديه رح يكون التقدم لأنه في ناس أقوى قديه بيساعدها الحظ بكون أنا بكون مبسوطة كتير بريك أخير بحلقتنا مشاهدينا ومن بعدها منعرف مين هن الطلاب يلي بدائرة الخطر لهالأسبوع نرجع لأخبار الطلاب ومننتقل لدرة لنشوف مين رح تسمي هالأسبوع سامع خالق وراها اللي فاتوا الناجح يرفع ايده غدنا في عيد مواعيده الناجح يرفع ايده غدنا في عيد مواعيده مرحبا يا حلوين الليلة ليلة توزيع نتائج منتصف الفصل الليلة الليلة يا ويلي شو بدو يصير وين بدكن تودوا وشكن ما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان تنبلش ونشوف شو عاملين كل واحد بقول اسمه يرفع ايده صفر على 20 معقول واحد على 20 نص على 20 هودي تلاميذ هيدا درس يا ضيعان التعب يا ضيعان الصفوف يا ضيعان تعبك يا درة يه 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 شو هالعلامات هيدي شو هالمستوى انتو تلاميذ انتو ولك انا الليلة بالمسطرة رح فرجيكم واحد واحد كيف يكون القصاص مع درة حديثي مع اولياء امركم انا بفرجيكم قم للناظرة درة وفيه التبشيلة اسمع درة وابكي في المناديلة بعلامات مين ببلش اول فحص الكيمياء رفيال كيف الكيمياء هالايام مع حنان ولك شو عامل ولك شو عامل لو بتركز بالدرس حاجة ملهي بين حنان ودينا شو يا حنان دخلك شو سألك بياع الورد شو اسمه بياع الورد حلو مجوز أعزب سألك عن درة حنان ورفيال صفر على الكيمياء اتنيناتكم محمد كيفك بالحساب قديش علامتك قولك رح تزبط حساباتك الليلة أم حساباتي أنا قبل ما قلك علاماتك بدي أعرف إيهاب كمان إذا حسب حساب النومينيشن هالأسبوع محمد وإيهاب حساباتكم الليلة مش بمحل أبدا عباس محمد نص على 20 وإيهاب ربع على 20 الله شو هيدا؟ الله انتوا بدكم ضرب وجنب وطرح والليلة رح تتفاجئوا كتير كتير ورح تراجعوا جدول الضرب ألف مرة فاشلين هنعمل إيه؟ قصاص الليلة كبير كتير شنطال حطت لك واحد على الخط شو عاملة ملهية مع علي؟ هيدي شنطال بدي أعطيكم قصاص تكتبوا 100 مرة كل مرة بلون وبسطر ايه سطر لا الجملة الآتية درة أجمع
أجمل معلمة في الكون. ما سألتوني ليش القصاص؟ ولو هيدا غناء بالبرايم، هيدي نتيجة الدرس والتحضير. غيرت رأيي، القصاص ألف مرة. رح جيب كل اللي عندي حتى تعملوني. دينا يا دينا، كيفك بدروس التاريخ؟ قولك الليلة رح يكون تاريخ مصيري بالنسبة لإلك؟ يكون تاريخ أسود. ولا رح تضلك تذكري إنه درة قالت اسمك بين النومينيز؟ بكره ضحكتك، يعني أنا بحب شكلك بس بكره ضحكتك. يلا دقايق وبتعرفي. بهمني تعرفي إنه علامتك على التاريخ 1/20. أنا بكره التاريخ أصلاً. علي عيوني. ولو يا علي كل هالفصاحة بالأكاديمية وكل هالخطابات، بس 5/20. آه حلو. على الأدب العربي بس مانك هيه بالأدب الفرنسي. بتقلنا لشانتال مؤسي بتقلنا والله قصاصي اليوم ليعلمك كيف يكون الأدب. دخلك مين كنت عم تتحدى بالبرايم؟ عم تتحدى درة؟ لعندي رح جيبك الليلة وقل لك مين الأشطر بالتحدي. مروان ونسيم مين مسرب المعلومات للتاني؟ نفس الامتحان نفس الكلمات، مين مغشش التاني؟ هلا اعترفوا، هلا بدي اياكم تعترفوا. لأنه أنا عندي كمان اعتراف خطير لواحد منكم الليلة، بس بعد شوي. يلا بس الامتحان لا جغرافيا ولا تاريخ ولا حساب ولا لغة. بشو انتو شاطرين؟ شو هيدا؟ كيف عم تقضوا ايامكم بالاكاديمية؟ شو يلي شاغل بينكم عن الدرس؟ وين عقلكم؟ بالرقص؟ بالغرام والانتقام والكلام الفاضي. قصاصكم كتير كبير الليلة. اسمعوني منيح يا طلاب، أنا الأستاذة درة مش راضية أبداً عن مستوى التعليم. كرمال هيك قررت استدعي 3 منكم يجوا يكملوا دروس خصوصية داخل المدرسة. يلا أول نوميني تنشوف النتائج. مين حابب يقعد على حيط الشرف يلي وراي؟ ألو ألو حضرة المدير. مين؟ لا حرام. طيب مثل ما بتريد. جيفو زامبوي أول نوميني حنان. حاضر حاضر ما تواخذني. اوكي اوكي مثل ما بتريد. بتقول انيس. منقول انيس. شو طالع لي يعني؟ اذا تاني نوميني دينا. كنت عارف هعمل نيو لوك مع فيكتور. تالت نوميني يلا لنشوف. يلا يا درة. ايه النطرة. كيفك انت؟ ملا انت. قال عم بيقولوا صار عندك ولاد.
أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك أنت ملا أنت الحمد لله أنا منيحة أوكي أوكي خلص 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 فهمت يلا يلا يا درة بلشي تالت نوميني شانتال أنا قلتهم امبارح يا درة حلاوتك يا درة إذا النومينيز التلاتي حنان دينا شانتال ألف بي وبوباية قلم رصاص ومحاية أنا بكتب على اللوح وأنتو بتقروا وراي ألف بي وبوباية قلم رصاص ومحاية بدي اجتهاد بدي تركيز بدي تصيبوا الطبقة بدي ناس تتخرج بشرف رجعتكم بآخر الفصل تشوف علاماتكم تصبحوا على خير منقول حظ موفق للطلاب الثلاثة وخلونا نشوف مين اختاروا الأساتذة من بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال النومينة لإلي هالأسبوع هن دينا شانتال وحنان نومينة بالنسبة لإلي هالأسبوع هن دينا شانتال حنان نومينة بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع دينا شانتال حنان النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن شانتال، حنان ودينا بعد الإيفال والبرايم النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن شانتال، دينا، حنان حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا بلشوا صوتوا للطالب يلي برأيكم لازم يكمل مغامرة ستار أكاديمي أنا بشوفكم بكرة مع ردات فعل الطلاب من بعد ما تسموا بحلقة جديدة باي باي